بتعابير وجهه البريئة والمضحكة في آن واحد، أصبح هذا الطفل خلال الساعات الماضية مشهوراً. فتارة كان يخرج لسانه للكاميرا أو يلاحقها يميناً أو يساراً أو يقوم بحركات غريبة. الأب وهو نائب جمهوري من ولاية تينيسي كان يتحدث بجدية حول إدانة الرئيس ترامب، بينما كان طفله البالغ من العمر 6 سنوات منشغلاً بلفت الأنظار. حركات الطفل نالت إعجاباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح مشهوراً بسبب ما حدث، كما كان للأب نصيب من الإشادة. النائب الأمريكي لم يبدي أي رد فعل غاضب أو انزعاج من تصرف ابنه، بل أعاد نشر الفيديو وأرفقه بتعليق طريف. كما كشفت مواقع أمريكية بأن النائب يصطحب جاي معه إلى مقر الكونغرس ليمنح أمه القليل من الراحة، كونها تعمل وترعى في المنزل أخاه سام البالغ من العمر 3 سنوات.